يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أطفال الكفار الذين ماتوا وهم أطفال الكفار الذين ماتوا وهم صغار قبل البلوغ، هؤلاء ما يقال إنهم مسلمون، لا يقال إنهم مسلمون، لكن يقال يعذرون بالجهل وأمرهم إلى الله، هذا هو الصواب، أن أمرهم إلى الله لأنهم ما بلغهم دعوة ولا بلغهم رسالة. نعم، فأمرهم إلى الله. نعم.